يا إلهي، ما هذه البيوض؟ ولمن هذا العش؟ بيوض التمساح وستأخذ مكاني بعد أن تفقس، ولن أستمتع بالنوم على شجرتي بعد الآن. إنها ليست بيوض التمساح لأنها غير مرقدة. ماذا؟ إذن هي بيوض الأفعى الكبير وستأخذ شجرتي أيضا. يا إلهي يا إلهي، كما أنا عديم الحظ. لماذا أنت متشائم يا حرهور ولا تفكر إلا بالأمور السلبية؟ تفاءل بالخير تجد. انظر انظر، إنها تتحرك. ماذا؟ انظر يا عزيزي، أرى منقارا يخرج من البيضة. هل سيخرج منها وحش ذو منقار؟ إنها فراق بط جميلة. يا إلهي ما أجمله. لا تنسى الاشتراك والإعجاب في قناة شهاب الفضائية.